ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. على كل حال هذا خلاصة أو مختصر ما واجهني في هذه المشكلة. وإلى الآن يعني الناس يقولون ولماذا ما تلتحق بالجامعات وتحصل على دكتوراه؟ أقول لهم يا جماعة أنا أهل بلدي وإن أتيت بألف دكتوراه ما يعترفون بهذا، يعترفون بعلم ويعرفوني وأنا أعلى من الدكاترة كلهم في بلدي، خليك ولا أحتاج إذا رجعت إلى هناك. وهنا لو أتيت بالدكتوراه أجنبي أجنبي دكتوراه ولا دكتوراه كله سواء. إذا خليني بدل من أن أشتغل برسالة الجامعة خليك أشرح مسلم وأشرح النسائي وأشرح كذا وأشرح كذا، أحسن لهذا لأن هذا خدمة السنة وخدمة طلاب العلم، فهذا أولى بي بدلا من هذا. وإلى الآن ما أخذت هذا والحمد لله، ولكن الله سبحانه وتعالى أفاض علي جوده وكرمه وأعيش عيشا هنيئا. من عمل صالحا من ذكر أو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، ومنه محمد والحمد لله حياة طيبة الله أكبر. ولذلك أوصيكم أن تعتمدوا على ربكم وتطلبوا العلم بالإخلاص لله تعالى مهما اتفقت الظروف، وشهادة إن حصلت خير يعني طيب، وإن لم تحصل لا تلتفت إليها، التفت إلى علمك العلم، حصل العلم حتى تذهب جهلك ثم ترشد الناس إليه وتنشر السنة. هذه النية التي ينبغي اعتماد عليها. وأما الرزق فعلى الله، كم من الناس ما يحسن قراءة الفاتحة وعندهم مليارات، فكيف أنت وقد حفظت القرآن؟ هل يعني هل تظن أن الله يعني يقصر في جانبك؟ ما في تقصير، إنما التقصير هي الاعتقاد الفاسد وهذا. وتوكلوا على الله واطلبوا العلم لله وسترون نتيجته في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، هكذا أعتقد هذا. تعلمون اعلموا هذا واستمعوا إلى هذا القول استماع يعني من ينتفع به. وهذه نصيحتي ووصيتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. يقول السائل: ماذا تعرفون عن الشيخ محمد بن علي آدم الأثيوبي المدرس بالحرم المكي؟ هذا الرجل من أهل الحديث ولله الحمد والمنة، ومن من أثنى عليه علمائنا ولله الحمد، وهو على خير وعلى منهج سلفي. قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. የሞቱ ታላቁ ዓሊ እጅግ በጣም ከባድ የሆነ ንብረት እንደወደመብንና በልከባድ የሆነ አካል እንዳጣን ሊሰማን ይገባል። ሐቂቃ ታላቁ ዓሊም ናቸው። ተራ የሆነ ዳዒ ቢሞት ዛሬ ላይ በልንደው من اهل الاهواء እና ከስሜት ባልተቤቶች ቢዳአን ከሚያራምዱት ከሆኑ አካላቶች የሆነ አካል ቢሞት ዛሬ ስሙ ማለት ነው ሰይቱ አልሐሰን ወይም ደማ ዲክሩ አልሐሰን ላይ ማለት ነው ኡፉቅና አድማስ ላይ ደርሶ ልናስተውለው እንችላለን። ነገር ግን ይህ ዓሊም ታላቁ ዓሊም እገሌ ሙቃረና ይሆናቸዋል የማይባሉ ኢትዮጵያ ላይ ማለት ነው ታላቁ ዓሊም ሲሞቱ ግን ያን ያክል የነሱ ሲት እና ዚክሩል ሐሰን ሊወሳ ማለት ነው አልቻለም። ሐቂቃ ይህ ፈጽሞ ሊሆን አይገባም። ዓሊሞችንና ዑለማ ሱና ልናስተዋውቅ ይገባል። በህይወት ሳሉ ነው ልናስተዋውቃቸው የሚገባው፣ ከሞቱ በኋላም አይደለም ልናስተዋውቅ የሚገባው። በህይወት ሳሉም እናስተዋውቃቸው፣ ከሞቱም በኋላም ደግሞ ሊታወቁ ግድ ነው። ከነሱ ሰዎች እውቀት ማለት ይቀስሙና ይወስዱ ዘንድ ከ
ከኪታቦቻቸው ሆነ ከንግግሮቻቸው ይወስዱ ዘንድ ማለት ነው። እና ልንደብቃቸውና ልንሸፍናቸው ፈጽሞ አይገባም። ብዙ ዕለሞች የተደበቁበትና የተሸፈኑበት አጋጣሚ አለ። ከሼክ መሐመድ ሀጅ ወሌ እሳቸውንም ስንመለከት እንደዚሁ የተደበቁበት አጋጣሚ አለ። السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشيخ محمد علي آدم الإثيوبي هو ابن العلامة الكبير علي آدم الإثيوبي رحمه الله، وهو مفتي الحبشة. الشيخ محمد علي آدم الإثيوبي الآن هو من أعلم أهل الأرض في علم الحديث والسنة، ما يوجد أعلم منه بعد الألباني، حتى أثنى عليه الشيخ عبد العزيز بن باز وبن عثيمين والإمام والشيخ ربيع والشيخ الفوزان والشيخ عبد الكريم الخضير مفتي العام. والشيخ السديسي إذا رأى الشيخ محمد علي آدم يقبل رأسه يقول يا إمام الحديث وأستاذه، يا طبيب الحديث في علله. ذكرني عندما كان الإمام مسلم إذا رأى الإمام البخاري قبل يديه قال أنت أستاذ الأستاذين يا طبيب الحديث في علله. الشيخ محمد علي آدم شرح صحيح مسلم في كتاب اسمه البحر المحيط الثجاج، في شرح صحيح مسلم ابن الحجاج في 45 مجلد، كل مجلد يزيد عن 650 إلى 700 صفحة. وشرح سنن النسائي في كتاب اسمه ذخيرة العقبة في شرح المجتبى للإمام النسائي في 45 مجلدا، كل مجلد يفوق 600 إلى 700 صفحة. وشرح كذلك سنن ابن ماجه، وشرح صحيح البخاري، وله ألفية، وهو من أفضل شعراء اللغة العربية في هذا الزمن، لا يجاريه أحد ولا يباريه أحد ولا يستطيع أن يقف في وجهه أحد، حتى أن الشيخ العلامة الكبير الشيخ عبد العزيز الراجحي حفظه الله، وهو رجل بلغ من العمر قرابة 90 عاما، يحضر معنا درس صحيح البخاري يقول ما رأت عيني مثل هذا الإمام الجبل على محمد بن علي بن آدم الأثيوبي. قال هو أثيوبي الجنسية لكنه عربي أصيل في اللغة. الشيخ محمد بن علي بن آدم الأثيوبي له ألفية، نظم ألفية في كل فن من فنون الإسلام، فله ألفية في كتاب في العلل، علل الحديث، اسماه منظومة العلل في 1400 بيت، وقد شرحها لنا في الحرم المكي. وله ألفية في الفرائض تفوق 1000 بيت، وله ألفية في أصول الفقه 3200 بيت، وله ألفية في التوحيد 2800 بيت. أنا كنت أظن في نفسي في قرارة نفسي أن الشيخ محمد علي آدم لو رآه السيوطي أو العراقي، الإمام العراقي أو السيوطي، لكانوا قبلوا رأسه لما عنده من العلم الغزير. فكثير من علماء السنة في هذا الزمن يسمون محمد علي آدم البحر الذي لا ساحل له في العلم والفنون، فهو إمام الصرف، ألف ونظم ألفية في الصرف والنحو، استدرك على ابن أجر الروم 700 بيت، قال رحمه الله فاتت 700 بيت، ثم أخرج منظومة سماها المتممة على الأجرومية، ثم شرح لنا في الحرم حفظه الله وشفاه. له في كثير من الفنون والتراجم، لخص تراجم رجال الكتب الستة في كتاب، وأسماه قرة العينين في رجال الصحيحين. الشيخ محمد علي آدم لا مثيل له، يحفظ كتب السنة كلها بالإسناد، عنده أكثر من 1000 إجازة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في علم الحديث والقرآن والنحو وأمور كثيرة، فهو صراحة لا يعلى عليه في هذا الزمن، نحسبه كذلك والله يحسبه. رغم ذلك إمام في التواضع، وإمام في الزهد، وإمام في العبادة. والله أنا عشرته، استضفته عندي في بيتي 3 أشهر، كان أغلب أيامه ما يأكل إلا العيش الناشف والماء، يقول هذا الزاد كفاية. هذا إمام جليل لا مثيل له حفظه الله. يحب الشيخ بن باز، بن باز حمل معه لقاء قبل 30 أو 35 سنة، فلما خرج غضب بن باز، قال تأتون لي بعالم من علماء الأمة تقولون
يقولون هذا طالب علم؟ قال هذا بل إمام من أئمة الهدى، ووظفه إمام في الحرم، ووظفه إمام في دار الحديث الخيرية، يدرس الناس العلم الشرعي. الشيخ يحفظ كل كتب السنة، كتب الفقه على المذاهب الأربعة، كتب التفسير كلها يحفظها، وهو مدرس، درسنا التفسير ودرسنا الفقه والنحو والأصول والحديث كلها درسنا هي في الحرم المكي ما شاء الله في قرابة 8 سنوات، ولله الحمد والمنة. بارك الله فيكم، ادعوا له بالشفاء. فهذا إمام من أئمة الهدى، وأنا أظنه بقية السلف أخره الله إلى هذا الزمن. بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل جنة الفردوس لعباده نزلا لا يبغون عنها حولا، وأصلي وأسلم على هادي النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. أما بعد، اليوم ألتقيكم بمحاضرة بعنوان وقفة قليلة يسيرة في ترجمة العالم العلامة البحري في علوم الكتاب والسنة الشيخ الكبير في سائر فنون الشريعة، ألا وهو الشيخ محمد بن علي بن آدم الولوي البرني الإثيوبي الحبشي مولدا وساكنا في السعودية، مدرسا ومؤلفا رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وأسأل الله أن يسكننا وإياه في دار كرامته، وجمعنا الله وحشرنا وإياه في زمرة أهل جنته. اللهم آمين، اللهم آمين يا رب العالمين. ግሪዛር ኢንሻአላህ ኮንደም ከተጨ ከአባት ከናቶች ጋር ለተዋወስ የምፈልገው የሆነው አጀንዳና አርእስት ከላይ በአርእስቱ ለመግለጽ እንደመከርኩት አሺህ መሐመድ ኢብኑ ዓሊ ኢብኑ አደም አልወለዊ አልቡራኒ ታላቁ ዓሊም እንግዲህ በሰሞኑ ሙቷልና ስለሳቸው ተርጀማና ማንነት በተመለከተና የዕልም ደረጃቸውን በተመለከተ ለመዳሰስ እሞክራለሁ ኢንሻአላህ። እንግዲህ አሺህ መሐመድ ኢብኑ ዓሊ ኢብኑ አደም አልወለዊ ኢትዮጵያዊ ናቸው። ሳዑዲያ ላይ ሲኖሩ የነበሩ ታላቅ ዓሊም ናቸው። በመከተልም ደግሞ ብዙ ድርሰቶችንና እንዲሁም ደግሞ ኪታቦችን የጻፉ የሚታወቁ የሆኑ ታላቅ ዓሊም ናቸው። ነገር ግን የሚታወቁት ዑለማዎች ዘንድና ወቀት ያላቸውና የወቀትን ሽታ የሱናን ሽታ ያሸተቱ የሆኑ አካላቶች ዘንድ ነው የሚታወቁት። እና እንደ ጥቅል ስለሳቸው ማንነትና ምንነት እንዲሁም የዕልማቸውን ደረጃ ከማውሳቴ በፊት ቅድሚያ መጀመሪያ የተወሰኑ ሙቀዲማዎችንና መግቢያዎችን መንደርደሪያ ሐሳቦችን መናገርን እወዳለሁ። አላሁ سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قل الله سبحانه وتعالى إنا قرال قدمي مجمرة الشيخ محمد بن علي بن آدم الولوي البراني يساتشون درجة النمان نتنا أوقت كما ملكتات بستفيد الله سبحانه وتعالى لأوقت بالتبيتوج من يأكل درجة عند ستاتشو للناس طول قد هنا ምክንያቱም የሳቸውን ደረጃ ይበልጥ ምንገነዘበውና ምናውቀው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለዑለሞች የሰጠው የሆነውን ደረጃ በቅጡ ስንገነዘብና ስንረዳ ነውና ማለት ነው። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala يقول في كتابه الكريم شهد الله لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط والله Subhanahu Wa Ta'ala ይናገራል። እንደ ጥቅል የዚህ ቁርአን አንቀጽ መضمونና ጽንሰ ሐሳቡና ጥቅል ሐሳቡን ስንመለከት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala أشهد العلماء علماءكن اندي مسكروا ادرغواچوان على وحدانيته سبحانه وتعالى بسو بتنيا تملاكي بمهونو لاي الله سبحانه وتعالى اسو بتنيا تملاكي بمهونو لاي علماءكن اسمسكروان كسو كمسكرنت قال بهالانا انديوم دغمو ملائكوچن كماسمسكر بهالا الله سبحانه وتعالى اسكتلو ياسمسكرو بسو وحدانيا نا بتنيا تملاكينت لاي علماءكن نو شهد الله انه لا اله الا هو والملائكة وأولو العلم برونا أسكتلو الله سبحانه وتعالى يتناقروا يوقت بالتبيتوش من يأكل درجة عند الله تشو يه قرآن أنقص بأنكرو يتقو من المالسنو كما الأبوش بوننا يتسلفت كما الأبوش بوهالانو يوقت بالتبيتوش يتوسط الله سبحانه وتعالى من يأكل بيات براجونو يهن يأكل درجة يستاتشو بس وحداني يالي أنين ويمتقمو أنين يمسر يهنو أكالاتو چناي دلم الله سبحانه وتعالى يسمسكرو بل عالمنا ويم علماء يتسنيتن أكالاتو
ነገሮች ነው ያስመሰከረው። ስለዚህ አልዑለማ የተሰኙት እስላማዊ ሊቃውንቶችና ሊቃሃኖች ከባድ የሆነ ደረጃ ያላቸው በእስልምና ውስጥ ማለት ነው። ኡማውና ማህበረሰቡም ደግሞ ለነሱ ትልቅ የሆነን ክብርና ደረጃ ሊሰጥ ግድ ይላል ማለት ነው። ይሁንና ግን ዑለማኡ ሱና የሆኑ ዑለሞች ከሆኑና ዑለማኡ ሸሪዓ ወዑለማኡ ሚላ የሆኑ ዑለሞች ከሆኑ ነው ይህን ክብር የሚሰጣቸው። ማንኛውም እውቀት አለኝ ያለ የሆነ አካል በሙሉ ግን በዚህ ማለት ነው ክብር ውስጥ የሚገባና የሚካተት የሆነ አካል አይሆንም። እና እዚህ ጋርም ደግሞ ነህኑ ነህሲቡ ወሁወ ሸይኹ ሙሐመድ ኢብኑ ዓሊ ኢብኑ አደም አልወለውዩ አልቡራኒ አልኢትዮጵያዊ አልሐበሺ ሐሪፍ ረሂመሁላሁ ተዓላ ፊ ዒዳዲ ሃኡላኢ አለዚነ ሸሂዱ ዐላ ወህዳንየቲላሂ ሱብሓነሁ ወተዓላ ብየላለሁ። አሸይኽ ሙሐመድ ኢብኑ ዓሊ ኢብኑ አደም አልወለውዩ አልቡራኒ አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ በሱ ወህዳንያ ላይና ብቸኛ ተመላኪነት ላይ ካስመሰከራቸው ከሆኑት ዑለሞች ይሆናሉ ብለን እናስባለን። ፊማ ነሕሲቡህ ፈላሁ ሐሲቡሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ወላ ኑዘኪ ዐለላሂ አሐዳ ብለን እንላለን። እና ሼክ መሐመድ ኢብኑ ዓሊ ኢብኑ አደም ረሂመሁላህ ታላቅ ዓሊም ናቸው። ስለዚህ ዑለሞች ደግሞ እንግዲህ እንደሚታወቀው መውቱል ዓሊም መውቱል ዓለም በማለት ባይና ተናጋሪ የሆኑ አካላቶችና ምሳሌ ንግግርን የሚናገሩ የሆኑ አካላቶች ሲናገሩ ይስተዋላል። አንድ ዓሊም ሞተ ብሎ ማለት ዓለም ሞተ ወይም ደግሞ ዓሊሞች ሞቱ ብሎ ማለት ዓለም ሞተ ማለት ነው ብለው ይናገራሉ። ምክንያቱም አላዋቂ የሆነ ማህበረሰብ የሚመራው ትክክለኛ በሆኑ ዑለማኡል ሚላ ዑለማኡል ኢስላም ዑለማኡል ሱና በተሰኙት በሆኑ ዑለሞች ነው የሚመራውና ማለት ነው። እነሱ ከሌሉ የውሬ ድንብር መጓዝ ሊመጣ ነውና ስለዚህ ዓሊም በሚሞትበት ጊዜ ከባድ የሆነ ድቅድቅ ጨለማ ውስጥ አላዋቂ ማህበረሰብ ይገባል ማለት ነው። ድቅድቅ በሆነ ጨለማ ይወረሳል ማለት ነው አላዋቂ ማህበረሰብ። አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ እውቀትን እንደሚያነሳ ግልጽና ግልጽ ነው። እውቀትን ግን የሚያነሳው በምን ምክንያትና በምን መንገድ እንደሆነ የመልእክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወዐላ ወሰለም ሐዲስ في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه في صحيح البخاري የተናገሩት የሆነው ንግግር ይጠቁመናል። ይህም ንግግር ደግሞ قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء بلو ملكتني صلى الله عليه وعلى وسلم تناقرا حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا بمالت ملكتني صلى الله عليه وعلى آله وسلم تناقرا እና ወቀተን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከሰው ልጆች ልቦና በመመንጨት ማለት ነው የሚያጠፋና የሚያስወግድ የሚወስድ አይደለም። በል ወቀተን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሚያነሳውና የሚያስወግደው ዑለማዎችን በመግደል መሆኑ ይህ ሐዲስ ፍንትው ባለ በሆነ ሁኔታ እየጠቆመን ይስተዋላል። ስለዚህ የዓሊሞች መሞት ወቀት ማለት ነው የተነሳ መሆኑን በግልጽ ማለት የሚጠቁመን የሆነ ዘገባ ነው። በል እንደውም ባዕዱ ሰለፍ ከሰለፎች ማለት ነው አንደኛቸው ምን ይላል የሆነ ዕለት ማለት ነው ጓደኛውና እንዲሁም ደግሞ من اهل العلم የሚመደብ የሆነ አንድ አካል ሞተበት። قال بعض السلف عندما مات رجل من اهل العلم في عهده انتظر حتى يدفن ثم قال دفن اليوم العلم الكثير بما لا يتناقربت هكذا دفن اليوم العلم الكثير እንግዲህ ሰውየው ከሞተ በኋላ ዓሊም የተባለና የተሰኘ ሆኖ አካል ሐቅን ማለት ነው ከሞተ በኋላ የዛኔ ባልደረባው ተጠባበቀና እስኪቀበር ድረስ ከተጠበቀ በኋላ መጨረሻ ላይ ምን አለ ዛሬ እጅግ በጣም ግዙፍና ብዙ የሆነ በረካታ የሆነ ዕውቀት ተቀበረ ተደፈነ ብሎ ይናገራል። ምክንያቱም ዕውቀት ማለት ነው ያለው የሰው ልጅ አእምሮ ውስጥና እንዲሁም ዓሊሞች ልቦና ውስጥ የሰፈረ የሆነ ነገር ነው። ስለዚህ እነሱ ሞተው በሚቀበሩበት ጊዜ አብሮ ዕውቀት ተደፈነ ማለት ነው። አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ዕውቀትን የሚወስደው በዚህ መንገድ ነው። በመቀጠልም ደግሞ መልእክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወዐላ አሊሂ ወሰለም በሐዲሳቸው እንዲህ ይላሉ في صحيح البخاري በሰደቀ በሆነው ዘገባ ምን ይላሉ إن من علامات الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ብለው መልእክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወዐላ ወሰለም ተናግሯል። ከየውም አልቂያማ ምልክቶች መካከል ዕውቀት መነሳቱ ነው እንዲሁም ደግሞ ማይምነትና ድንቁርና አለማወቅ መስፈኑ ነው ይላሉ ሰለላሁ ዐለይሂ ወዐላ አሊሂ ወሰለም። አለማወቅ የሚሰፍነው ዑለሞች በሚሞቱበት ጊዜ ነው። የዕልም ሱንዱቅ የሆኑት ዑለሞች የዕልም ሳጥን የሆኑት እነሱ ሲሞቱ ነው አብሮ ከነሱ ጋር ዕውቀት ይቀበራል። ወሚንሁም አሸይኽ አልዓላማ አልበሕር አሸይኽ ሙሐመድ ዓሊ ኢብኑ አደም አልወለውዩ አልቡራኒ ታላ
ታላቁ ዓሊም ከነዚህ ዑለሞች መካከለና ወቀት ከነሱ ጋር አብሮ ከተቀበረባቸው ከተቀበረላቸው ወይም ከተቀበረባቸው ከሆኑት ዑለሞች መካከል አንዱ ናቸው አሸክ መሐመድ ኢብኑ ዓሊ ኢብኑ አደም አልወለውዩ አልቦራኒ ስለነሱ ወቀት ወይም የነሱን ወቀት በተመለከተ በርካታ አኢማዎች ተናግረዋል ከተማሪዎቻቸው መካከል ስለነሱ ወቀት የተናገሩ በርካታ ተማሪዎችም አሏቸው አሸክ መሐመድ ዓሊ ኢብኑ አደም አልወለውዩ አልቦራኒ እንግዲህ ዓሊም ከመሆኑ የተነሳ በየትኛውም ፈንና የትምህርት ዘርፍ ላይ እስላማዊ ሆኖት የትምህርት ዘርፍ ላይ ግንባር ቀደም ተሰላፊና ተሳታፊ ሆኖ ታገኛቸዋለህ በየትኛውም ፈን ላይ ደግሞ ኪታብን ጽፎ ታገኛቸዋለህ አሸክ መሐመድ ዓሊ ኢብኑ አደም አልወለውዩ አልቦራኒ فإن أتيت في اللغة بتفاصيلها فوجدته متصديا لها نظما ونثرا በየትኛውም የትምህርት ዘርፍ ብትመጣ ታገኛቸዋለህ ስል ሉጋ ላይና እንዲሁም ደግሞ ቋንቋ ላይ ስትመጣ علم التصريف الناس ملكتهم هنا علم النحو عندهم البلاغة إلى آخره النزيين يتمرز الزرف وتعس ملكتهن كقوان قوانقار كعربنيا قوانقار كأيجنة يعلاج يهونتن أجندة وچنا عندهم نقرات وچنا فنون وچنا بتمركة يمجم بلا قنبار قدم التسلى في هنونا فرق عليك هنو تابعنيا جوالة مالتي جالة بل اندهم سيصفو بزيه أجندة ردد بنظمنا بقيت الملك مالتي يصافو بد فنيتان مالة بقيت الملك سلناحو قداي مالتنو سلناحو قداي بقيت الملك يصافبت أقدامي عند الشيخ محمد رحمه الله تعالى بمقتل مدلمو نطرننا بسد نباب ملك مدلمو يصافبت فنيتان مالة الشيخ محمد رحمه الله تعالى رحمة واسعة بمقتل مدلمو فإن أتيت في الحديث وعلله وجدته كذلك عندهم حديثنا لنا علل الحديث لنا حديث لي مكسة منهن انكروا اتشن بتملكتا صورنا دبك هنو انكروا اتشن አስመልክቶ በዝመጣ አሸክ መሐመድን ግንባር ቀደም ተሆኖ ታገኛቸዋለህ በዚህም አጀንዳ ረገድ ኪታቦችን በርካታ የሆኑ ኪታቦችን ጽፈዋል አሸክ መሐመድ ኢብኑ ዓሊ ኢብኑ አደም አልወለውዩ አልቦራኒ بل بمكتلم دم وين اتيت في الفقه وجدته من ابرز العلماء ومحققيهم في ذلك وهاك كتبه في الفقه والحكم على رواة الحديث جرحا وتعديلا قري الشيخ محمد رحمه الله فقهنا ما سملكت راسه سن ملكت جرح والتعديل ما سملكت راسه سن ملكت مالت رواة الحديث بتملكت اغلي ضعيف ابلي ثقانه الى اخره حديث مقبول ومردود اميلو بتملكت بميجبا مبرز هنا جنبر قدمت تساتا في هنا الشيخ محمد بن علي بن آدم الولوي أنجتوال إنما من يوم عالم تقدير يا درجاتوال تبجيل يا درجاتوال يا لك أتوال من يوم عالم بزمناتو يتملك تواجه هنا عالم وشنا علم وش الساجون الجيبة أم ألك واتوال سني سلفي هنا عالم نبرو إمام الألباني رحمه الله تعالى ساجون بجبن كفا درجاتوال سنن النسائي يتسني هنا كتاب شرح درجوتال بارو مسترز شرح أدرقوت ذخيرة العقبة بميل أرأسنا عنوان شرح أدرقوت يان كتاب الإمام الألباني رحمه الله اسمه الكتوسين ناقروا بل ما رأيت عالما سلفيا شرحا مثل هذا الشرح إيالي تناقروا بتاقات أميال إمام الألباني رحمه الله تعالى عالم سلفي يهنا أكال أن الزينة شرح سنن النسائيين بتملكة شرح أدرقوت ملك جالوكم بلو الإمام الألباني رحمه الله وداسين أبركتوال بزي أو بني بموت تبون تلق عالم الشيخ محمد بن علي رحمه الله تعالى رحمة واسعة بما قتل مدلمو ابن باس رحمه الله تعالى الشيخ محمد بن علي بن آدم الولوي البراني قادرات ولا سعودية بميل بذكزينا يتوسنا كقويبها لا سعودية لي ما استمر بميفلق بذكزي يزاني ابن باس رحمه الله ما اسفكت اسفل لجهن قدي سلنبر اسفكت اجهن وقال نقرات ابن باس رحمه الله يهنن أكالا متعلمين يمياس تمر يهنن أكالا أنها متعلمين كالسجارة النقاء قرار الله شبه مالت لما قدنا يفترت أدرقون برنا الشيخ محمد بن علي بن آدم الولوي البوراني نيزو ابن باز رحمه الله قار هيدا كزيان بوهلا ابن باز رحمه الله الشيخ محمد بن علي بن آدم الولوي وقت سمسنو بوقتاتو يزاني من أين تنقرتنا قروا جئتني بإمام في العلم بمالت يتناقروا بتاقات أميال إمام هنا أكال علم ناس ملكته شريعي هنا أكتبة ملكته إمامنا مري هنا أكال نويزه اللي يمتأه بمالت الإمام العلامة ابن باز رحمه الله تعالى تبجيل أدرقوا الأشيخ محمد علي بن آدم الولوي البورانيين بتملكته
በተመለከተ ማለት ነው። በመቀጠል ማሸክ ሱደይስ አብዱራህማን ሱደይስ እሱም እንደዚሁ ደግሞ በሚመረከተበት ጊዜ ያሸክ መሐመድ አሊ ኢብኑ አደም አልወለዊን በቀጥታ ይቆምና فيقبل راسه ጭንቅላታቸውን ይስም ነበር። ከሳመን በኋላ ምን ይላቸዋል? يا طبيب علل الحديث ብሎ ይላቸው ነበር። አንተ የሐዲስን እንከን በተመለከተ ህክምናና ፈውስን ሰጪ ሆንክ ማለት ነው ኢማም በማለት ይሰይማቸው ነበር። አሸክ መሐመድ አሊ ኢብኑ አደም አልወለዊን አሸክ አብዱራህማን ሱደይስ ማለት ነው በዚህ ሁኔታ ይገልጻቸው ነበር። እጅግ በጣም ስመጥርና ስመገናና የሆኑ እንደ ሱዑዲዮች ዘንድ በመከተል ሀገራችን ላይ ደግሞ ዕውቀት ያላቸው የሆኑ አካላቶች ያውቋቸዋል። በመከተልም ደግሞ የሱና ባልተቤቶች ያውቋቸዋል። እነሱ ዘንድ ስመገናና የሆኑ ዓሊም ነበሩ። ነገር ግን ዓመው ዘንድና አላዋቂ የሆኑ ማህበረሰብ ዘንድ ያንን ያክል የማይታወቁ የሆኑ ዓሊም ቢሆንም እንኳን ማለት ነው። እንዲሁም ሶሂህ ሙስሊምንም ሸርሕ አድርገዋል። በ45 ራስ ሶሂህ ሙስሊምንም ራሱ ሸርሕ አድርገውታል ሼክ መሐመድ ኢብኑ ዓሊ ኢብኑ አደም አልወለዊ። በመቀጠል ኢብኑ ማጃህንም ሸርሕ አድርገውታል። ሶሂህ አልቡኻሪንም እንደዚሁ ሸርሕ አድርገውታል። ነገር ግን እኔ ራሴ ያደመጥኩትና የሰማሁት ንግግር አላቸው። መቅጣዕ ሶውቲ እና የድምፅ ፋይል አላቸው እና እዚያ ንግግራቸው ላይ ምን ይላሉ? 700 ሐዲስ ቀርቶኛል ይላል። በቅየ ሊ 700 ሐዲስ ብለው ይላሉ። ሸርሕ እያደረኩኝ 700 ሐዲስ ቀርቶኛል፣ አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ ያግራልኝ እሱን እስከጨርስ ድረስ በማለት አሼክ መሐመድ ብን አሊ ብን አደም አልወለዊ አልበራኒ ሲናገሩ አድምጫለሁ። እና እንደ ጥቅል ያው አጠናቀውት ይሁን ወይም ደግሞ ያላጠናቀቁት ይሁን አላሁ አዕለም አላውቅም እኔ። ይሁንና እንግዲህ ይህ ዓሊም አሼክ መሐመድ ብን አሊ ብን አደም አልወለዊ በዚህ ሁኔታ ዒልመን የሚገለጹ የሆኑ ታላቅ ዓሊም ናቸው ሐቂቃ። ስለዚህ የኒን ዓሊም ውለታና እንዲሁም ማንነት ልንዘነጋ ልንረሳ አይገባም። በል ኪታባቸውን በእጅጉን ልንመለከትላቸው ይገባል። ምክንያቱም ፊህ ዒልሙን ገዚር እጅግ በጣም ከባድ የሆነና ግዙፍ የሆኑ በርካታ የሆኑ ዒልም በውስጡ አዝሎ የያዘ የሆነ ኪታብ ስለሆነ ኪታባቸውን ልንመለከት ይገባል። ሱነን አነሳኢን የሚያቀራ የሆነ አካል የእሳቸውን ኪታብ ይመልከት። ሐቂቃ ዘኺረቱል ዑቅባ የተሰኘ የሆነውን ኪታባቸውን ይመልከት። እጅግ በጣም ሻፊ ካፊ የሆነን ማለት ነው ሸርሕ በውስጡ ያገኛል። በመቀጠልም ሶሂህ ሙስሊምን የሚያቀራ የሆነ አካል ማለት ነው የእሳቸውን ሸርሕ ይመልከት። በእጅጉኑ ጠቃሚ የሆኑ ሽሩሃቶችንና ማብራሪያዎችን ያስተውላል፣ ይመለከታል፣ ተገንዝቦም ያስገነዝባል ሌሎችን አካላቶች እና አሼክ መሐመድ አሊ ኢብኑ አደም አልወለዊ ይህን ይመስላሉ። ይሁንና ግን ብዙሃኑ ማህበረሰብ እኒህን ሼክ አያውቃቸውም፣ እኒህን ዓሊም አያውቃቸውም። ነገር ግን ሊታወቁ የሚገቡ የሆኑ ታላቅ ዓሊም ናቸው፣ እንወቃቸው እላለሁ። ዛሬ እኔ የምታወቀውን ያክል እሳቸው ይታወቃሉ ብዬ አላስብም። ሐቂቃ እኔ ተራ የሆንኩት ማለት ነው ዝግባ ማልባል ሰው ሐቂቃ እዚህ ኢትዮጵያ ምድር ላይ የምታወቀውን ያክል እሳቸው ይታወቃሉ የሚል ግምት የለኝም ፈጽሞ። ምክንያቱም የእሳቸውን ሞት እንደ ቀላል አድርገው የሚያስቡ የሆኑ ማህበረሰብ አስተውያለሁ፣ ተመልክቻለሁ። በልሐቂቃ የሞቱት አሼክ መሐመድ አሊ ኢብኑ አደም አልወለዊ የሞቱት ታላቁ ዓሊም እጅግ በጣም ከባድ የሆነ ንብረት እንደወደመብንና በል ከባድ የሆነን አካል እንዳጣን ሊሰማን ይገባል። ሐቂቃ ታላቅ ዓሊም ናቸው። ተራ የሆነ ዳዒ ቢሞት ዛሬ ላይ በል እንደው ሚን አህሊ አህዋ እና ከስሜት ባልተቤቶች ቢድአን ከሚያራምዱት ከሆኑት አካላቶች የሆነ አካል ቢሞት ዛሬ ስሙ ማለት ነው ወይም ሴቱ አልሐሰን ወይም ደግሞ ዲክሩ አልሐሰን ላይ ማለት ነው ኡፉቅና አድማስ ላይ ደርሶ ልናስተውለው እንችላለን። ነገር ግን ይህ ዓሊም ታላቅ ዓሊም እገሌ ሙቃረና ይሆናቸዋል የማይባሉ ኢትዮጵያ ላይ ማለት ነው ታላቁ ዓሊም ሲሞቱ ግን ያን ያክል የነሱ ሴትና ዲክሩ አልሐሰን ሊወሳ ማለት ነው አልቻለም። ሐቂቃ ይህ ፈጽሞ ሊሆን አይገባም። ዓሊሞችንና ዑለማ እሱና ልናስተዋውቅ ይገባል። በል በህይወት ሳሉ ነው ልናስተዋውቃቸው የሚገባው፣ ከሞቱ በኋላም አይደለም ልናስተዋውቅ የሚገባው። በህይወት ሳሉም እናስተዋውቃቸው፣ ከሞቱም በኋላም ደግሞ ሊታወቁ ግድ ነው። ከነሱ ሰዎች እውቀት ማለት ይቀስሙና ይወስዱ ዘንድ ከኪታቦቻቸውም ሆነ ከንግግሮቻቸው ይወስዱ ዘንድ ማለት ነው። እና ልንደብቃቸውና ልንሸፍናቸውን ፈጽሞ አይገባም። ብዙ ዑለሞች የተደበቁበትና የተሸፈኑበት አጋጣሚ አለ። ከሼክ መሐመድ ሀጂ ወሌ እሳቸውንም ስንመለከት እንደዚሁ የተደበቁበት አጋጣሚ አለ። ያን ያክል ማለት ነው አማው ዘንድና ተራው ማህበረሰብ ዘንድ የሚታወቁ አይደሉም። ሐቂቃውን ካየን ለምንድን ነው ይህ የሚሆነው? ስለዚህ እናስተዋውቅ፣ ዑለማ ሱና ማንኛችንም ሁላችንም ልናስተዋውቅ ይገባል። ወላሁ አዕለም ነክተፊ ቢሃዘ ልምቅዳር ሱብሓነከ አላሁመ ወቢሐምዲክ አሽሀዱ አን ላ ኢላሃ ኢላ አንተ አስተግፊሩከ
وأتوب إليك. هذا خطر عظيم، ولا سيما في هذا الوقت، إنه قل العلماء، قل الفقهاء، وكثر القراء، كثر القراء وقل الفقهاء. وفي قوله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض، إن الله لا يقبض هذا العلم، لا يقبض هذا العلم انتزاعا من صدور الرجال. وإنما يقبض العلم بموت الأبهام، وإنما يقبض العلم بموت العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا.